المره دي مش زي كل مره. يعني ايه؟ طردتها من البيت ومش هترجع له تاني. الله، طب ده انت خلاص حققت لها اللي هي عاوزاه. حاجه غريبه قوي الستات دول. عاوزه ايه تاني؟ طلب الطلاق يا سيدي. الطلاق؟ ايوه. طب ليه؟ الست هانم بتقول لي انها بتحب واحد تاني. مش معقول. هو ده اللي حصل. ما قالتلكش مين ده؟ ما رضيتش. وانت بتصدق الكلام ده برضو يا حسين؟ هو معقول واحده ست تقول على نفسها الكلام ده؟ فعلا تلاقيها بس بتغيظك يا سحس. لا يا جماعه، زينب فعلا اتغيرت، ما بقتش زي الاول. بصراحه بقى يا حسين، زينب دي زودتها قوي. دي انسانه مش مناسبه ليك ابدا. مش كفايه انها ما بتخلفش؟ اخلص منها يا حسين وريح نفسك. حسين، انت لازم تتجوز واحده تانيه وتخلف وتعيش حياه طبيعيه زي بقيه الناس. طلقها واخلص يا حسين. لا، بعد كل اللي حصل ده ولسه بتحبها؟ بالعكس، انا بقيت اكرهها. تعرفي انا مش عايزه اطلقها. ليه؟ عشان عايزه ازلها، عايز اخرب حياتها زي ما خربت حياتي. ايه اللي جابك واخري كده؟ انا هنا من بدري. كنت فين؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ انت اتجننتي؟ ازاي تقولي لحسين انك على علاقه بيا؟ انا ما قلتلوش ان انا على علاقه بيك. قصدي على علاقه بواحد غيره. ده كلام؟ وهو ده مش صحيح؟ سكت ليه؟ يا زينب افهميني، اللي بتعمليه ده مش في مصلحتنا. يمكن مش في مصلحتك انت، لكن في مصلحتي انا. يعني ايه؟ مدحت، انا انسانه وبحبك. خلاص مش قادره استحمل اكتر من كده، انت لازم تساعدني. اساعدك ازاي بس يا زينب؟ حسين مش هيطلقك. صدقيني يا زينب، ده انت لو شفتي حالته النهارده. ده النهارده، لكن بكره انا واثقه انه هيغير رايه. سيبني انا اتصرف، ما تشيلش هم. اهلا استاذ نافع، اتفضل. تو سنكرت ولا ايه؟ انا اصلا رحت لك المدرسه لقيت الاخرى مسنكره. تو بطلتوا التعليم وسنكرتوا؟ لا بطلنا ولا حاجه، بس اليومين دول اجازه نص السنه يا استاذ نافع. اه والله صحيح، انا الاخر قلت ايه؟ هما جابوا ضرفها بدري ولا ايه؟ الظاهر انك مبسوط حبتين. أوي أوي أوي. هناخد منها إيه يا سحس؟ بنصبح؟ ما بشربش الحاجات دي. ما راح تشرب أنت. يا راجل عفر، خلي القعدة تحلو. أي خدمة يا أستاذ نافع؟ أنا جاي لك. ما تستعجلش عليا. أعمر الطاسة الأول. ولو إنها معمرة على طول. ما هو باين. اسمع يا سحس، انت عارف انا بحبك ازاي وبدافع عنك عند حماتك قد ايه ومن ورا ظهرك. انا عديلك صحيح، لكن لما عرفت ان زينب النهارده عايزه تتطلق تجالك الفرج يا سحس. والله يا راجل انت ربنا بيحبك. دي انفاس، ما تنفس. لا، دي ناس مضروبه بعيد عنك، دول ناس سايبه وانا عارفهم. وبصراحة كده كان رأيي من الأول إن دي ما تنفعكش. بس أنا أنت يلزمك واحدة متريشة تقف جنبك، مش واحدة تشيلها على كتافك رايح جاي. اسألني أنا. أنا أعرف واحد صاحبي حبيبي زيك كده يا سحس، تم على واحدة عندها كام عمارة، فضل يزن على ودانها لحد ما اتجوزها. سبحان الله يا أخي، أنفاس. كان جربان وحياتك يا سحس. تعال اشوف دلوقتي يا اخويا عقبه مالتك، عمارات ايه وفلوس ايه وقبايه ايه وايس كريم ايه. هي دي الشطاره استاذ نافع. مش عاجباك حكايه العمارات دي؟ بلاش يا سيدي، واذا كانت حكايه التعليم دي معلقه في مخك قوي
خلاص نشوف لك واحده عندها حضانه او مدرسه خاصه وتبقوا ولاد كار واحد وتكركروا. استاذ نافع انا مش هطلق. تصور انا لما قالوا لي الكلام ده ما صدقتش. لا صدق. ايه يعني بتحبها ولا انت من انصار المثل اللي بيقول خدوهم فاره واشحتوا سوا؟ استاذ نافع من غير لف انا مش هطلق ومش هرجعها البيت تاني. غريبه. يعني ايه ناوي تسيبها كده زي العربيه اللي عليها قرار جمركي؟ والله دي حاجه تخصني انا. طب واذا كانت بتحب واحد غيرك وغني تقف سكتها ليه يا اخي؟ حرام عليك يا اخي. حرمت عليها عشتها. دي انسانه خاينه وانا هعرف ازاي اربيها. فاهم بالعقل. ده انا بقول عليك راجل طيب ومخك كبير. اذا ما كنتش قادر تعيشها زي ما هي عايزه طلقها يا اخي. والله انا ما كذبتش عليها من قبل ما نتجوز وهي عارفه ظروفي كويس. ايوه بس ظروف بتتغير وبني ادمين كمان بيتغيروا. انا مثلا لو عايش بمرتبي بس كنت طلقت من زمان. لكن الفهلوه والتهليب هم اللي معيشيني لحد دلوقتي انا واولادي. استاذ نافع انت لص وحقير ومرتشي. الله 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 شيوعي بقى حضرتك من الناس الهدامين اللي مبوظين عقول العيال في المدارس. اخرس. اسمع من انا الكلام المفيد بقى. انت متجوزها من امتى؟ لو حسبنا اكلها ولبسها وشربها طول مده جوازكم هيطلع قد ايه؟ 1000 2000 10000. طلقها يا سيدي وانا جيبي سداد. مش اطلع بره. الله 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 الله. انت بتطردني يا سحتوت؟ واطرد اللي خلفوك كمان. كمان؟ اطلع بره قبل ما انجس ايدي واضربك. هتضربني؟ تظهر عليك ما تعرفش مين نافع. نافع المهلب. اطلع بره. ان ما ربيتك وقدمت فيك شكوى لوزير التربيه والتعليم ما بقاش انا نافع يا شيوخ.